السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أهلا مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. النهاردة هنعمل حاجة تعتبر مطلب جماهيري، مفيش يوم بيعدي علينا إلا لما بنستخدمها، طبعا واخدة جزء كبير جدا من الميزانية بتاعتنا كل شهر. النهاردة هنعمل إيه يا جماعة؟ هنعمل الأريال الأوتوماتيك في البيت. طب هل أنت لما تعمليه في البيت هتطلعيه زي بتاع برة؟ لا والله مش هطلعهولك زي بتاع بره، انا هطلعهولك احسن من بتاع بره 1000 مره، لان انا من خلال المسحوق بتاعي النهارده هوفر لك في فلوس الاريال الاوتوماتيك اللي انت بتدفعيها، وفي نفس الوقت هديكي غسيل اللي هو يعني الراي اللي بيقول ناصع البياض، نظافه، ريحه، كل حاجه ممكن تتخيليها هتلاقيها النهارده في المسحوق بتاعنا اللي احنا نعمله. انا بقالي يجي 6 سنين او 7 سنين كمان بستعمل الطريقه دي، فعايزه اقول لك حاجه تحفه جدا اقسم بالله. ريحه الغسيل طبعا جميله قدام الجيران قدام الناس، مفيش حد شم ريحه الغسيل فوق او تحت الا لما سال بتحط عليه ايه. انا هقول لك النهارده الوصفه بتاعتنا ويا رب تعجبك. ما تنسوش حبايب قلبي تشتركوا في القناه لو مش مشتركين عشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسوش كمان تفعلوا الجرس، وما تنسوش تحطوا اللايك والتعليق الجميل منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسمي الله كده. اول حاجه هنعملها هنجيب 2 كيلو اريال سايب. اريال سايب من العادي خالص، انا مش عاوزه اي نوع معين، يعني ما تروحيش تجيبي لي اريال سايب من اللي هو بتاع مثلا في اكياس مغلفه او حاجه، انا عاوزه ارخص حاجه علشان خاطر الميزانيه بتاعتي، ارخص حاجه وانا هطلعهولك بمعونة الله احسن حاجه. بص كده يا حبيبه قلبي، هفتح الكيس دوت. اول حاجه الكيس عباره عن كيلو، والكيلو زي ما احنا عارفين بيتباع ب 10 جنيه، تمام؟ هفضي اول كيلو معايا كده مع بعضنا، تمام؟ هنفضي الكيس التاني. بسم الله. ده يا جماعة اريال سايب عادي مش اوتوماتيك، العادي خالص اللي هو كيلو ب10 جنيه، تمام؟ طيب هنحط عليه ايه تاني؟ هنديله كده تقليبه مع نفسه. هنحط عليه ايه تاني؟ هحط عليه، فاكرين يا حبايب قلبي لما احنا عملنا مع بعضنا الصابون في البيت اللي هو صابون الغسيل؟ هاخد منه صابونه وهبشرها وهحطها عليه. طيب لو ممكن برضو تستغني عن الخطوه دي وتحطي لو عندك صابونه بريحه هيبقى اجمل واجمل، لو ما عندكيش مثلا ممكن تستخدمي صابونه صلايت، تشتري صابونه صلايت من اي محل منظفات وتحطيها. يبقى لو احط صابون غسيل، لو عندي صابون غسيل لو انت عملتيها بطريقتي زي ما انا قلت لك وعندك منها ابشري وحطي، ما عندكيش هتجيبي صابونه غسيل من اي محل، صابونه قصدي وش لمؤاخذه واي هتحطيها، تمام؟ هندلق هنا الصابونه اللي احنا بشرناها، تمام؟ ايه تاني هنحطه عليها؟ في هنا خلي بالكوا حتت اهيت، تمام؟ هنفتتها برضو مع بعضينا مش هنسيبها كده، بتدوب معانا اهي زي الفل، تمام؟ بصوا بعد كده بقى اللي احنا هنحطه يا جماعه، هنجيب كيس اوكسي. كيس اوكسي انا جايباه مخصوص عشان خاطر برضو ريحته. هتجيبي الغسالات العاديه اللي هو ب 10 جنيه مش عاوزه يا جماعه من غالي او عايزه الاوتوماتيك، انا كفيله ان انا احوله لك من عادي الاوتوماتيك، وجربي وانا مستنيه تعليقك تقولي لي ايه رايك فيه، يعني على رأي اللي بيقول الميه تكدب الغطاس. انا مستنيه تعليقك تقولي لي بعد ما استعملت الوصفه هل غسيلك طلع زي الاول ولا طلع. انا مش عايزاه يطلع زي الاول، انا عايزاه يطلع احسن من الاول كمان، ماشي يا حبايب قلبي؟ جبت دلوقتي كيس اوكسي اهوت، هفتحه هدلق عليه واديله تقليبه بقى. ايه اللي هستخدمه تاني بعد كده؟ هستخدم الكربوناتو. الكربوناتو تحفه جدا في التنظيف، كنت انا عامله لكم حلقه اصلا قبل كده عن فوائد الكربوناتو دوت، حاجات كده لا تعد ولا تحصر يعني، تمام؟ اللي احنا قلنا فيهم ان هو بيعالج 44 مشكله بتواجهك في اليوم، تمام؟ هجيب الكربوناتو، هجيب قد ايه يا رشا؟ هجيب نص كيلو كربوناتو من عند اي عطار ب 10 جنيه هو، فهجيب النص كيلو هحطه كامل. كربوناتو مفيش منه اي ضرر، الكربوناتو انا باخده بستخدمه اصلا بعمل بيه دوره عشان انضف بيه الغساله مع الخل، وبرده قلنا كده في فيديو من فيديوهاتنا قبل كده ان انا بستخدمه عشان انضف بيه، وحتى ان الغساله ولو انت غسالتك بتعمل ريحه وحشه قلنا ان انت ممكن تستخدمي الكربوناتو ده تعملي بيه الكاوتشه تغسليها، كل ده احنا قايلينه، كل متابعيني حبايبي عارفين كل الحاجات اللي احنا قلناها والتركات الصغيره، تمام؟ هحط نص كيلو كربوناتو.
يبقى انا الطريقه تاني كده سريعا، هجيب 2 كيلو اريال عادي، هحط عليهم كيس اوكسمنا ب 10 جنيه، هحط نص كيلو كربوناتو ب 10 جنيه، تمام كده، وصابونه مبشوره. عندك صابونه غسيل في البيت من اللي انت عملتيها بطريقتي؟ قشطه. ما عندكيش، هتروحي تجيبي اي صابونه بريحه وتحطيها عليها حبيبه قلبي. تمام. ايه تاني ممكن نحطه؟ الفانش يا جماعه، طبعا كلنا عارفين ان الفانش تحفه في ازاله البقع، البقع العنيده، بقعه زيت، بقعه دم، بقعه اي حاجه، الفانش تحفه جدا فيها. فانا هياخد كيس الفانش دوت اكبه هنا، ولازم يكون خلي بالكم بودر، انا مش عايزه فانش سايل عشان ما بوظليش الدنيا. الفانش اللي هجيبه هيكون بودر. ده برضو الكيس ده ب 5 جنيه، وانتوا عارفين هدلقه عليه اهوت. تمام. طيب هتيجي هنا بقى دلوقتي، طب ما انت الحاجات اللي انت حطاها ديت كلها هتيجي احطها في الغساله هترغي معايا، واحنا طبعا عارفين ان الرغوه دي هتبوظ لي الغساله الاوتوماتيك. ايه بقى النصائح اللي انت عملتها لنا؟ لا يا حبيبه قلبي، انا هقول لك دلوقتي على بقى التركه اللي انا هحطها هخلي الغساله ما تعملش اي رغاوي خالص. يبقى انا كده هحوله لك من اريال عادي خالص لاريال اوتوماتيك. طب وايه كمان؟ اريال تحفه جدا، بيعمل اي عندك اي بقع، اي حاجه عنيده ما كانتش بتطلع قبل كده في الغسيل هيطلعها لك، اسور القمصان، اللياقات، الحاجات دي كلها هتبقى تحفه ان شاء الله. هحاول كده ادخله كله كده في بعضه. تمام حبايبي، عايزه اقول لكم الريحه رهيبه رهيبه رهيبه، ولا هتحتاجي بقى دوني يعني. برضو بصي الوصفه دي هتوفري فيها الدوني، مش عايزه بقى دوني التاني ولا اي حاجه، هي اصلا لوحدها كفيله. واديك هتجربي، وزي ما قلت لك الميه تكد بالغطاس، وهتشوفي بنفسك الريحه والجمال والنظافه. هتحطي بقى ايه؟ قلنا دلوقتي في حاجه انا هحطها هتمنع ان انا اعمل رغوه، وبالتالي انا كده ابقى حولته من الاريال العادي لاريال اوتوماتيك. ايه هي الحاجه دي يا رشا؟ هي ملح الليمون. ملح الليمون يا جماعه حلو قوي في التنظيف، برضو قلنا في وصفات كتير عن فوائده في التنظيف. تمام، هو والكربوناتو سحر زي ما قلنا. فانا هحط منه معلقتين يكونوا كبار، معلقتين ملانين من ملح الليمون، هيمنع معايا اي رغوه تطلع في الغساله. اهو ملح الليمون برضو بيساعد على ازاله البقع زي ما احنا قلنا. بس كده، يبقى انا هحط ملح الليمون. يبقى انا كده حولته من اريال عادي لاريال اوتوماتيك، حطيت عليه فانش، طبعا فانش جميل للبقع، حطيت عليه كربوناتو، الكربونات كلنا عارفين بيعمل ايه للبقع، حطيت عليه الاوكسي بريحته الجميله اللي طبعا كلكم عارفينها، طلع معايا حاجه جميله جدا. لو احنا كده قاعدين واخدين بالنا ايه اللي انا حطيته؟ حطيت 2 كيلو اريال، وحطيت كيس اوكسي ده في حدود نص كيلو، وحطيت نص كيلو كربوناتو، يعني انا بالصابونه يعني هيطلع معايا كده 3 كيلو. كده انا طلعت لك 3 كيلو اريال اوتوماتيك. تمام كده حبيبه قلبي، 3 كيلو اريال اوتوماتيك انت بتشتريهم بكام؟ انا الصراحه بيني وبينكم مش عارفه الاسعار قوي، لاني بقول لك بقالي 6 سنين او 7 سنين بعمل بالطريقه دي وتحفه معايا، فما اعرفش حاليا الاوتوماتيك وصل لفين. بس اللي انا اعرفه ان لو انت هتشتري اقل درجه السايب خالص اللي بيتباع خالص في شكاير ده عند بتاع المنظفات مش هيقل عن 30 جنيه. فانت لو هتعملي 3 كيلو مثلا 90 جنيه، او لو هتجيبيه معلب في كيس اريال او مثلا برسيل، ما اعرفش الصراحه هيتكلف كام، بس مش اقل من 90 او 100 جنيه. شوفي بقى الوصفه بتاعتنا دي كلفتنا كام. الوصفة كلها على بعضها ما كلفتناش في حدود الا 40 جنيه تقريبا. الاريال 20، الكيس ده 10 كربوناتو، ودوت 5 جنيه 45 جنيه، يعني 45 جنيه استعملتهم طلعوا لي 3 كيلو اريال اوتوماتيك. انت متخيله 3 كيلو اريال اوتوماتيك ب 45 جنيه في يعني الكيلو واقف معاكي كده بكام؟ حدود اقل من 15 جنيه، في حين انك انت لو رحتي جبتي اريال اوتوماتيك من عند الراجل ارضى نوع هتدفعي 50 جنيه زياده فرق. شوفي بقى انت وفرتي قد ايه. ومش كده وبس، انا ما طلعت زي ما قلت لك في اول الفيديو، انا مش بطلعهولك زي بتاع بره، انا بطلعهولك احسن من بره، احسن من بتاع الشركات الكبيره. واديك هتجربي والتجربه خير دليل. يا رب يكون الطريقه عجبتكم حبايب قلبي، ولو محتاجين اي وصفات تانية او عايزين تشوفوا اي وصفات تانية ما تنسوش تفعلوا الجرس، وما تنسوش نسيت يا حبايب قلبي اقول لكم حاجه معلش. انت طبعا بتستعمليه كده، بصي لونه عامل ازاي، نفس بتاع بره بتاع زمان اللي احنا كنا بنجيبه. لو في اي كلكعه ولا حاجه منها هتفكها عادي، هي بتتفك معايا في ايدي مفيش منها اي مشكله، زي ما انت شايفه اهو مفيش اي كلاكيع، يعني بص اي حاجه اهي بتتفك عادي مفيش مشكله. تمام، كنت عايزه بس اعرفكم لحد يقول ده في كلاكيع ولا في حاجه، لا هي كل دي بصوا حاجات اهي طريه طريه خالص بتتفك. تمام حبيب قلبي، ما تنسوش تفعلوا الجرس، وما تنسوش تشتركوا في القناه، ولو حد محتاج اي وصفه او حاجه يكتب لي في التعليقات وانا عليا ليه. وما تنسوش نصلي على النبي قبل ما نقفل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.